قبل بس ما انقل الاستاذ شريف عشان يكمل افكاره اللي بدا بيها عشان يعني احسسكم قد ايه اهتمام الناس دي بالاعلام واربطه برئيس وزراء بريطانيا في الوقت اللي انا اتكلمت عنه كانت قالت بالحرف كده انا لازم احرم الارهابيين من الاكسجين، استخدمت الكلمه دي تحديدا. فاحنا بنتكلم على ادراك الى اي مدى الاعلام او الدعايه باختلاف الامثله ممكن يلعب دور انه الراجل اللي في نهايه المطاف كان هو العقل المدبر لاخطر واعقد عمليه ارهابيه قامت بها القاعده 11 سبتمبر قبل ما يلعب الدور ده كان هو رئيس اللجنه الاعلاميه داخل تنظيم القاعده. عايز اقف قدام مجموعه اخرى من المحاور لكن مش عايز ننسى اللي كان بدأ الاستاذ شريف. استاذ حافظ اسمح لي اذا كان تحب نستكمل النقط. ماشي نعود للاستاذ.